الفقرة اللي كانت وصلوا فيها مع المستمعات المغربيات الحادقات فين ما كنتوا في داخل المغرب، وكانت وصلوا معكم وكتخدموا لنا مشكورات العديد من الشيوات باش تعموا الفائدة لجميع السيدات على أنهم تعلموا من بعدنا. فغادي نتواصلوا اليوم مع عاطفة أم نعمة اللي موجدة العديد من الشيوات الخاصة بشهر رمضان الكريم، واللي غادي تقدم لنا أنواع مختلفة ديال المملحات اللي كنستهلكوها بكثرة في شهر رمضان، واللي ممكن على أنه نحتفظوا بالعجائن ديالها، وفوق ما تكون عندنا شي حشوة أو شي عمارة بغينا نعمرو بها واللي متوفر عندنا، وحسب الرغبة ديال الأطفال وديال أفراد الأسرة كنخرجوا هذاك الكمية من العجين وكنستعملوها. صباح الخير عاطفة. صباح الخير أخت لنا. كيف صبحتي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. اليوم شهوات خاصة بشهر رمضان الكريم إن شاء الله. فعلا عندنا شهوات ديال العجائن. إيه. وعندنا واحد تحية المستمعات. إيه. نسالي ونحييهم. عندنا عجينة الياغورت. واخا سميوها عجينة الياغورت. واخا. إيه باش يفرقوا. فعلا. عندنا عجينة الياغورت كندير جوج كيسان ونص ديال الدقيق. جوج كيسان ونص ديال الدقيق الفورس. إيه جوج كيسان كبر من الكاس ديال العنبة. كبر من ديال العنبة باش كنخرج واحد الكمية. إيه. عندنا جوج كيسان ونص ديال الدقيق. وجوج علب ديال الياغورت طبيعي. إيه. وجوج معالق كبار ديال حليب غبرة. وجوج معالق كبار ديال الزبدة لينة. واحد معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. وجوج معالق صغار ديال خميرة الحلوى. واحد معلقة كبيرة ديال السنيدة وشوية الملح. وربع كاس ديال الزيت البلدية. يعني عندنا جوج كيسان طحين، جوج ياغورت طبيعي، جوج معالق كبار ديال حليب غبرة، جوج معالق كبار ديال الزبدة لينة، معلقة كبيرة ديال خميرة العجينة، جوج معالق صغار ديال خميرة الحلوى، واحد معلقة كبيرة ديال السنيدة، شوية الملح، أربع كاس ديال زيت الزيتون. كنجمعو هاد العجينة المقادير كلها كالعادة، كنخليوها كترتاح، كنخليوها كترتاح واحد الساعة. واخا ساعة كتخمر كترتاح. أيه كترتاح عاد كنهزوها كنسرحوها. كنسرحوها وكنشكلوها على هذا ديال لي طاغت، لي طاغت مالحين. أيه. ليمون ديال لي طاغت. أيه. كنسرحوهم فيهم يعني لبسوها لهذوك اللي طاغت ولا صغار دوك اللي طاغت صغار المول ديالهم. اييه اييه المول ديال اللي طاغت كنسرحوهم وكنتكوهم شويه بالفرشيطه وكنعمروهم بحشوات مختلفين حسب اللي متوفر عندنا. وبعد ما تكنيت فعلا كنوجدوا مثلا شي حاجه بصدوره ديال الدجاج وكيبقى لينا في الفقيته ديال رمضان كنشهاو اكثر ما كناكلو. اييه يستغلوا ما يضيعوش فعلا. وبالنسبه كيف ما قلتي واش هذا العجين مثلا هذا العجين اللي بغينا نحتفظوا به في الثلاجه بالنسبه لشهر رمضان ان شاء الله واش نقسموا العجين؟ لا انا الفكره ديالي هو اننا نحتفظوا بالحشوات نجو الحشوات من هذه الأيامات هادو نبداو نجو الحشوات. إيه؟ والعجينة كتعجن كل نهار حسن هكذاك يعني دابا العجينة اللي فيها الخميرة ما كتحتفظش بها. يعني نوفر الوقت في الحشوات نوجدوهم على تيساء وبالنسبة كيف ما قلتي على حسب بالنسبة لهذا العجين ديال الياغورت من من الأفضل أنه ما احتفظوش بها لأنه سهل أنه تخلط غير نوجدوه. الحشوات هما اللي كيشدوا اليد الواحد يدير الحشوات ديالو. عندي واحد الفكرة ديال بحال ديك الكفتة اللي كنديروها كنصوصوها مع البصلة ومع العطرية. الكمية اللي غتدينا لرمضان هو 3 كيلو ديال الكفتة مع 3 كيلو البصلة. ولكن راه يمكن الكفته كتخسر وقيله حنت لا غنطيبوها هكذا كطيب نطيبو الحشوه ديالنا كلها حتى كتنشف كنشحروها مزيان وكنديروا غير البزار والملحه بحيث ديك الكفته ديالنا ملي كناخذوها كنزيدوا لها العطريه على حسب اللي غنخدموه. فهمتي كنشحروها ونطرقوها في دي بلاستيك يعني 15 بلاستيكه راه غتديك رمضان كله نهار في الكفته نهار ديال حاجه اخرى. ايه وكنخلفوا الحشوات. واخا الله يعطيك الصحه. هذه بالنسبه لعجينه الياغورت. عجينه الياغورت عندنا الحشوه ديالها هو كناخذوا ديك اللي طاحت ملي كنديروهم في ليمون ديالهم كندهنوهم بالصوص ديال البيتزا. ايه او لما كان موجود راه كنديروا غير الكيتشوب. وكناخذوا الفلفله الوان مشحرين مع بصيله كنزيدوا معاهم الملحه بزار زعتر كنحطوهم فوق من ديك لاصوص البيتزا اللي دهنا بها وكنحطو فوق منه الطون والفرماج محطوط من الفوق. هي طارت مالحه بالحده والطون.
من هاد العجينة هادي، ولا بغاو يسرحوها بيتزا راه كتجي فيها، بغاو لي شوسو اي حاجه. يعني العجين ديال ياغورت ممكن يشكلو كيف ما بغاو. كيف ما بغاو. وعندنا عجينه الكنز، سميوها عجينه الكنز، سميوها سميت على الضيع ديال العجينات. اييه فعلا. عندنا عجينه الكنز هي هذه كميه كبيره، عندنا كيلو ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز، كيلو ديال دقيق الفورص وملعقه كبيره ديال خميره ديال الخبز. اييه وشويه الملحه، شويه ديال الملح، وجوج معالق كبار ديال سنيده، جوج معالق كبار ديال سنيده، ثلاثه معالق كبار ديال حليب غبره، ثلاثه معالق كبار ديال حليب غبره، جوج بيضات، جوج ديال البيضات، وواحد معلقه صغيره ديال الخل. اييه ومعلقه صغيره ديال خميره الحلوى. اييه ونص كاس ديال اللبن، نص كاس ديال اللبن. اييه ونص كاس ديال الزيت، هادو بكاس العنبه. واخا والما حسب هذا اللي دخلنا العجينه صافي، كنجمعوا كل المقادير حيت كتكون عندنا واحد العجينه ملسه، كندلكوها مزيان، كنخليوها حتى هي كتخمر ساعه. دائما ملي كتخمر العجينه ساعه من بعد الخدمه صافي كنخدموا فيها وندخلوها، ما بقيتش كنخمروها باش كنحصلوا على واحد العجينه رقيقه. وهذا كنخليوها هذيك ساعه كتخمر، كنسرحوها مزيان بالمدلك قبل ذلك. المهم كنقسموها على حسب الطلب اللي بغينا، على حسب شنو غنوجدوا في هذه العجينه. عندنا العجينه كثيره، ملي كنخمروها كنقسموها، كنقسموها نقدروا نديروا فيها لي شوسو ايه والبصيره والبيتزا. غنعطيكم الحشوات ديال كل حاجه من هادو. عندنا الحشوه ديال الشوسو، كنقصدو كفته مشحره مع البصله. ايه الحشوه ديال الشوسون كفته مع البصله مشحرين، مشحرين مش مع شويه ديال الزبده والزيت. ايه ملي كتشحر مزيان كنعاد كنضيفو الملح والبزار وشويه ديال القرفه وكاس ديال اللوز مقلي مهرمش. مقلي مهرمش صافي. ملي هذا كنسرحو ديك العجينه ديالنا كنقطعوها دوائر، كاين لاباري ديال الشوسون اللي عنده اللي ما عندوش كيقطع غير دوائر. ايه ودير الحشوة ويطويها على جوج ويزوقها بالفرشيط من الجناب كيت كان مزيان باش ما كتحلش صافي. كندهنوها بالصفار البيض مع شوية ديال الخل وكندخلوها للفران ديك الساعة لأنها فايت ليها خمرات، ما خصهاش باقي غير الوقت فاش كنخدمو راه صافي راه صافي كتبدا تنفخ كطلع فيها تاني الخميرة شوية. واخا هادي هي الحشوة ديال لي شوسون. وعندنا الحشوة ديال الضفيرة. الضفيرة أولا كناخدو ديك الكمية ديال العجينة اللي حطينا كنسرحوها مزيان واحد مستطيل قدامنا، وكنعملو لها شرائط من الجنب من اليمين وعلى اليسر، وكنخليو الوسط فاش كنحطو الحشوة. إيه كنعملو الحشوة ديالنا وهي بصلة مشلضة مع قطع ديال الدجاج مقطع صغير، كنشحروه مزيان، كنزيد واحد الطامة ديال الدجاج، البزار، ملحة، والهريسة غبرة، كنشحروهم مزيان، عاد كنزيدوهم الشعرية الصينية، وآخر حاجة معدنوس والفرماج وكنطفيو. معدنوس ما كنطيبوش غير كنملحوه هو والفرماج صافي وكنطفيو عليه. ملي كنسرحو ديك العجينة ديالنا مقطعة بشرائط كنديرو الحشوة من الوسط، وكنصح السيدات ملي كيديرو داك المستطيل قدامهم العجينه من الفوق على اليمين كيقطعوا واحد المربع الفوق. ايه كيقطعوا على برا كيحيدوا ديك العجينه من الفوق باش ما كتجيناش معجنه في الوسط. كيقطعوا إيه؟ واحد المربع من هذا الجنب ومن هذا ومن تحت ومن كاع من الجنب، كيقطعوا عجينه مربع من الفوق باش كيبقى لنا غير داك هذا اللي مقابل مع الوسط، كيبقى لنا هو ما نقطعش نقطعوا الجنب اللي كنطويهم باش ما كتجيشنا العجينه كثيره في الطويان. صافي ملي كنحطوا الحشوه هكاك ديك الحشوه اللي عندنا كنعمروا فوق منها ثاني بالفرماج، وكنبداو نخالفوا دوك الشرائط. ايه كنخالفوهم من اللي من اليسر من اللي من اليسر، وحتى كنسدوا ديك الضفيره ديالنا وكندهنوها بداك البيض ديال وجدنا وندخلوها للفران كتحمر كطيب هذا من تحت ومن الفوق عادي. وعندنا بيتزا، طريقة تحضير بيتزا بهذه العجينة. يعني إيه بهذه العجينة عجينة الكنز نخرجوا منها. إيه كيف ما قلتي هذه العجين ديال الملاحات هذا هو اللي مميز فيها، وأنه كنقدروا نوجدوا بها بزاف ديال الحشوات مختلفين. إيه وبزاف ديال الأشكال، بزاف ديال الأشكال. أنا الحشوة ديال البيتزا
كنديروا الا كنا ما وجدناش لاصوص ديالنا كيما العاده ديال البيتزا، عندنا واحد لاصوص سريع كيفاش تحليك صدرك دغيا دغيا غادير البيتزا كتوجدي هذا. عندك ثلاثه المعقبات ديال صوص طوماط يعني بطيشة ديال الحك، وكنزيدوه كنطلقوه بشويه الماء، عاد كنزيد الملحه والبزار وزيت الزيتون زعتر والثومه غبره صافي كنخلطو دوك المقادير كلهم مزيان صافي. ها الصوص عندنا راه موجود. كنسرحوا العجينه ديال البيتزا كنسرحوها مزيان. هاد العجينه دابا هادي نص كيلو ديالها راه كيخرج 8 ديال البيتزا. ايه هاد العجينه نص كيلو منها كيخرج 8 ديال البيتزا فرديين وما يشبعوا الواحد زوينين. وكنخلطوه بهاد الخليط هذا ديال سميتو ديال لاصوص هذا اللي درنا شريح، وكنسرح البيتزا رقيقه الى الطريقه الامريكيه، وهو انه كدير البيتزا كتخمريها وكتسرحيها وتعمريها وكتبقى ثاني واحد شويه كتخمر. هذه طريقه امريكيه بحال كتجي دايره اسبونج عامره، هذه طريقه امريكيه. الطريقة الإيطالية وهو أنه كيسرحوا ما البيتزا بعد ما خمرناها كيسرحوها مزيان ما كتخمرش عاود، كيدخلوها في البلاصة كتطيب هي رقيقة. هذيك طريقة إيطالية والأخرى طريقة أمريكية. الواحد شنو كيفضل على حسب الرغبة. ملي كنسرحوها كنديروا لها ديك لاصوص نسرحوها رقيقة بزاف ونحطوا طبقة من الموزاريلا. ملي كنديروا داك لاصوص كنعمر فوق منها بالموزاريلا. عاد كنديروا فلفلة مقطعة دوائر فلفلة أي نوع عندك، ألوان ولا مخلطين ولا خضراء هكا، كنقطعوها دوائر ونعمروها فوق من الموزاريلا. عاوتاني كنديروا الفروماج والزيتون وندخلوها الفران صافي. كنعمرها هذه هذه غير ديال الفروماج. اللي بغات شي حشوه اخرى راه يمكن ليها دير هذه الطريقه ودير الحشوه ديالها وتكثر الفروماج ما بين هذا الحشوات. ما الا دارت لاصوص دير فرماج، دارت التونه ولا اللي دارت دير فرماج وعاوتاني هكاك وباش كتجي مزيده وإلاستيك مع الموتزاريلا كيعطي واحد اداء إلاستيك، والفرماج الاخر غريير الاحمر كيعطي المذاق. وهادو هما المهم 10 دقائق حتى 15 دقيقه فران سخون اعلى درجه ما يكون في الفران باش دغيا دغيا راه كتوجدي الدراري جالسين وكطيبوا ياكلوا. فهنا ما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت، وكيف ما قلتي بالنسبه لشهر رمضان ان شاء الله الواحد يعني في شعبان في الاسابيع الاخرى يبدا يوجد يجربوا هذا الشيء هذا في هذه الايامات هادو باش يعرفوا شنو غيديروا في رمضان. ما كيجلسوا طال النهار شنو غنديروا شنو غادي، خصهم يجربوا بحال هاد الحويجات هادو راهم ساهلين. يعني اختاروا العجائن وحده اللي ارتاحوا فيها واللي عجبتهم اللي جاتهم يخدموا فيها في رمضان باش كيكون عندهم هذا في المتناول ديال يدهم. ما ايوا الصراحه دابا مع ظروف العمل وحتى يعني السيدات يعني اللي قايمين بالدار الصراحه ما كيلقاوش الوقت الكافي، كيبغيو يرتاحوا شويه كيبغيو يعني هادشي اللي كاين دابا والله الا هادشي اللي كاين بحال كل واحد كيقوم بمجهود. كيف ما قلتي من الاحسن الواحد ينقص عليه لانه كنعرفوا التمره كلها كتكون عند العيالات. اي داكشي اللي كاين. وعندنا واحد هذا بالنسبه اللي بقى الوقت، عندنا بونتيكيك بمناسبه الى الشولاد ما شاء الله نفرحوهم بهذا ان شاء الله. يا ربي امين فرحوا معهم كاملين ان شاء الله اليوم كلهم يا ربي ندعيو معهم ان شاء الله بالخير النجاح والتوفيق ان شاء الله. عندنا بونتيكيك واخا تفضلي نختموا به تفضلي. عندنا بونتيكيك في العجينه ديال الكيك عندنا فيه جوج بيضات كاس لاروب ديال الفانيده فاني وحده نص كاس ديال الزيت نص كاس ديال الحديد دقيق حسب الخليط. هاد المقادير هادو كاس العنبه وعندنا جوج معالق صغار ديال خميره الحلوه واحد معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا ورشه ملح وجوج نقط ديال الخل جوج معالق كبار ديال الكاكاو. كنخلطوا هاد المقادير كلهم ديال الكيك كنديرهم في مول مرشوش مدهون. من بعد الطياب كنخليوها تبرد شويه وكنسقيوها بكاس صغير ديال القهوه مذوبه. ملي كنسقيوها كنخليوها كنوجدوا واحد الطبقة الأولى وهي ديال البونتي ديال هذا البونتي يعني مصنوعة من جو الهند بحال الشوكولاط ديال البونتي. دايرين دابا بونتي كيك عندنا جوج كيسان ديال الحليب ساهل يعني السيترو ديال الحليب إيه وثلاثة معالق كبار ديال النشا
ثلاثة معالق كبار ديال الدقيق، خمسة معالق كبار ديال الفانيلا، معلقة كبيرة ديال الزبدة، جوج كيسان ديال جوز الهند ديال الكوك، واحد الكاسرونة فوق العافية. كنخلطو المقادير كلها، كنخلطوهم وكنديروهم فوق العافية وكنحركو حتى كتقل عندنا الكريمة. ملي كتقل كنزلوها، عاد كنزيدو داك جوج كيسان ديال جوز الهند، يعني كنديرو المقادير ما عدا جوز الهند حتى كنزلوها من العافية، عاد كنزيدو الكوك وكنخليوها حتى كتبرد شوية. وكنحطوها فوق من ديك الكيكة، ديك الكيكة خاصنا نديروها في المول هذا اللي كيتحل من جناب. فعلا مش مكيسهل علينا، اي حيت غنديروا الطبقات باش ملي نبغيو نقدموها راه موجوده في هذا ديالها. كنخلو عليها هذا، كندخلوها للثلاجة باش كتبرد، باش كنجيو الطبقه الثانيه الثالثه اللي هي الثانيه والثالثه. عندنا الطبقه الثالثه فيها كاس ديال الحليب سائل، يعني ربع عترو، جوج معالق كبار ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، معلقه كبيره ونص ديال النشا، أربعة معالق كبار ديال سندة، عندنا ربع لتر الحليب، جوج معالق كبار زبدة، جوج معالق كبار كاكاو، معلقة ديال أو نص ديال النشا، أربعة معالق كبار ديال سندة. كنخلطو هاد المقادير كيما الأول فوق العافية حتى كيبدا يتقال تا هو، ونزلوه وكنخلوه من فوق ديك الطبقة التانية ديال هذا اللي خوينا، وكندخلو للثلاجة وكنخليو في الثلاجة حتى يبرد ساعتين حتى الفوق. المهم هذه هي بون تيكيك، وكنتمنى المباراة هي كيف ما قلتي واخا فيها ثلاثة ديال الطبقات ولكن الطريقة ديالها سهلة، يعني مرحلة بمرحلة خصها يتبع معاك. شي حاجة زعما ما فيهاش حاجة سهلة ولذيذة وشي حاجة زعما راقية نديروها بالنسبة في الاحتفالات. الله يعطيك الصحة ربي يخليك، الله يطول عمرك، تبارك الله عليك. ونحيو المستمعات اللي كيسلموا عليك بزاف بزاف، يعني الله يطول عمرهم.